زكاة الفطرة. الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة. ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة. مقدار زكاة الفطرة صاع، وهو 4 أمداد، ويكفي فيها إخراج 3 كيلوغرامات على المشهور بين العلماء. زكاة الفطرة واجبة، وتجب فيها النية كغيرها من العبادات، وتجب على كل مكلف بالغ عاقل حر وغني بالمعنى الشرعي، وهو من لا يملك قوت سنته له ولعياله دفعة واحدة، ولا هو يملكها بالتدريج كالموظف الذي يعتمد على راتبه الشهري الذي يكفيه كل شهر، لكنه لا يملك ما يصرفه في معيشته في تمام السنة دفعة واحدة. يدفع المكلف عن نفسه وعمن يعوله من ولد ووالد وزوجة وضيف، مسلما كان أو ذمية، صغيرا وكبيرا، حرا وعبدا، ذكرا وأنثى. تسقط زكاة الفطرة عن الصبي غير المكلف ولو كان مميزا، وعن المجنون وعن المغمى عليه عند دخول غروب ليلة العيد، وعن الفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلا أو قوة، ولكن يستحب له إخراجها أيضا، وهناك كيفية خاصة لذلك. تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء. يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد. الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد إلى الزوال لمن يصليها. يجوز التأخير في الدفع إذا عزلها وكان منتظراً لإعطائها لفقير معين. إذا لم يدفع ولم يعزل إلى ما بعد زوال الشمس من يوم العيد لا تسقط عنه، بل يؤديها بعد إذن بنية القربة المطلقة من دون نية الآداء أو القضاء. مستحقها الفقير الشيعي، ولكن هناك أحكام أخرى. الأحوط لزوماً اختصاص مصرف الزكاة بالفقراء والمساكين المؤمنين. إذا لم يكن يوجد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز إعطاؤها للناصب. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره.